اهلا بيكم متابعين قناة افكار شيكو وكمان صفحتي على الفيسبوك بيوتي جرام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وكمان تفعلوا الجرس ولايك علشان القناة توصل لناس كتيرة قوي بنية الافادة. اما بالنسبة لصفحتي على الفيسبوك صفحة بيوتي جرام ان شاء الله هسيبها لكم في اول تعليق، وكمان هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم تجميعة حلوة جدا لعلاج الحفر اللي بتكون موجودة في الوجه وكمان غلق المسام. اول ماسك معايا اخدت بياض بيضة، حطيت معايا معلقة من النشا الذرة ومعاهم كمان جزء بسيط جدا من بيكربونات الصوديوم. هقلب كل ده مع بعض حتى تمام التجانس، وبعد كده هضيف معاهم معلقة من عسل النحل الابيض وهقلب كويس جدا. لسه في كمان نص ليمونة هحطها معاهم بس لما المكونات تتجانس مع بعض. الماسك ده يا بنات بيشد البشرة، كمان بيساعد على غلق المسام وعلاج حفر البشرة. حسيت ان الماسك بتاعي كده بقى تمام، هبدأ احط نص الليمونة بتاعي. الماسك ده انا ما بنصحش بيه البنات اللي عندهم حساسية، وكمان بيستخدم مرة واحدة فقط في الاسبوع، ونقدر نستخدم بعده ماء ورد لتهدئة البشرة. انا بنصح بيه مرة واحدة بس في الاسبوع لانه بيحتوي على بيكربونات الصوديوم، وانا ما بنصحش بيها البنات اللي عندهم حساسية انهم يستخدموها كتير على بشرتهم. بيتحط قد ايه على البشرة؟ بيتساب من 15 لـ20 دقيقة، بعدين بيتشطف بالماء العادي. زي ما قلتلك قبل كده بنصحك تحطي بعده مية ورد لتهدئة البشرة. ده كان الماسك الاول. تاني ماسك معايا هو الترمس المطحون. الترمس المطحون نقدر نجيب الترمس عادي ونطحنه في البيت، وممكن نشتريه جاهز كده من عند العطار. هتقولي له عايزة ترمس مر مطحون، اهم حاجة الترمس يكون مر مش الترمس الحلو لان هو نوعين. تاني حاجة هضيف معاه معلقة من عسل النحل الابيض وهقلبهم كويس جدا جدا حتى تمام التجانس. الماسك ده يا بنات طبيعي جدا وامن على البشرة، ونقدر نستخدمه 3 مرات في الاسبوع. ده القوام بتاعه، هوريكي برضو شكله بيكون عامل ازاي على البشرة. هحطه على ايدي عشان تشوفيه. 3 مرات في الاسبوع من 15 لـ20 دقيقة، وبعدين نشطفه بالماء الفاتر عادي خالص، وزي ما اتفقنا هنحط ماء الورد. الماسك التالت معايا هو الحمص المطحون. في بعض البنات في الدول العربية بيختلط عليهم الامر ما بين الحمص المطحون وما بين الترمس المطحون، هما حاجتين مش حاجة واحدة على فكرة يا جماعة. الحمص المطحون برضو هتشتريه بالجاهز من عند العطار او تعمليه في البيت. هاخد معايا معلقة من الزبادي، يعني كميات متساوية ما بين الزبادي وما بين الحمص المطحون. اخر مكون عندي هو الكركم، وزي ما انتم شايفين انا هاخد حاجات بسيطة جدا جدا، لان الكركم لو زودنا في استخدامه ممكن يصفر البشرة، يعني يخلي لونها اصفر. انما في العادي الكركم بيبيض البشرة يا جماعة، بس لو استخدمناه باعتدال زي ما انتوا شفتوا كده حطيت جزء بسيط قوي. وده قوام الماسك، وده كان شكل الماسك. اللي بعده برضو هستخدم بياض البيض، بس بالنسبة للناس اللي كان عندها الحساسية في الماسك الاولاني اللي مش هتستخدمه، جبت لها وصفة تانية لبياض البيض لكن بدون بيكربونات صوديوم خالص وبدون نشا. بياض البيض هحط معاه عصير ليمونة وهقلبهم كويس جدا مع بعض حتى تمام التجانس، وهنشوف بعد ما نقلبهم كويس الشكل هيكون عامل ازاي. الماسك ده مش بس بيغلق المسام على فكرة يا بنات، الماسك ده بيشد البشرة وكمان بيفتحها. الليمون بيفتح الوجه بطريقة رهيبة جدا. الماسك ده بيستخدم مرتين بس في الأسبوع. شايفين الرغوة اللي طلعت منه؟ هي دي اللي انا هستخدمها، هي دي اللي انا هحطها على الوجه، هي دي اللي انا هحطها على البشرة بتاعتي من 15 لـ20 دقيقة، وبعدين اشطفها كويس. جبت لكم وصفة تانية برضو من الترمس المر، اخدت منه معلقة مع معلقة من الزبادي. دي غير الوصفة الاولانية طبعا، الاولانية كنت مستخدمة فيها عسل، دي استخدمنا فيها زبادي، برضو بيساعد على تفتيح البشرة مش بس كده برضو غلق المسام، وده موضوع الفيديو بتاعنا النهار. وشكل الماسك زي ما انتوا شايفينه كده، برضو بيتساب على البشرة من 15 لـ20 دقيقة كل الماسكات اللي جبتها لكم النهاردة كده، وبعدين بنشطفه بالماء الفاتر عادي خالص، وبعدين
بنستخدم ماء الورد. في معلومة بس عايزة اقولها لكم برضو بالنسبة لغلق المسام يا بنات، مية الورد حلوة جدا جدا لغلق المسام لو استخدمناها لوحدها، يعني تقدري تجيبي كده قطنة طبية كل يوم بالليل قبل النوم، وكمان لما تصحي من النوم تحطي على الوجه ماء الورد. وبرضو في مكون تاني، مكعبات التلج، مكعبات التلج برضو بتغلق المسام المفتوحة. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا من الماسكات بتاعت النهاردة لغلق المسام. طبعا مش مطلوب منكم يا جماعة انكم تعملوا الماسكات دي كلها، لا خالص، كل واحدة تشوف المكون المتوفر عندها ايه في البيت وتقدر تاخد الماسك المناسب ليها. وسعدت جدا ان كنت معاكم، مش مستنية اللايك بتاعكم والشير وكمان الكومنتات الحلوة. ما تنسوش تشتركوا كمان معايا في صفحتي الجديدة بيوتي جرام على الفيسبوك اللي منزلة فيها كل الوصفات مكتوبة وكمان مصورة فيديو من القناة. وشكرا ليكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.